الحلم أصبح حقيقة، تركيب أول قطر أحادي السكة في مشروع مونوريل غرب النيل. الحلم بقى حقيقة، وبالتخطيط والسعي في العمل والسرعة والدقة بنحول المستحيل لممكن، خاصة بعد ما تم الانتهاء من تركيب أول قطار أحادي السكة في مشروع مونوريل غرب النيل على المسار الخاص بيه، واللي بدوره هيربط بين إقليم القاهرة الكبرى في المناطق العمرانية الجديدة زي مدينة 6 أكتوبر الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر. وفيديو النهاردة هنعرفكم أكتر عن تفاصيل المشروع. لو سألت أي حد إيه هي أسهل وسيلة مواصلات هيرد عليك ويقولك المترو طبعا. طب الأماكن العمرانية اللي فيها كثافة سكانية عالية وعمارات ومباني هنعمل فيها مترو أنفاق إزاي؟ علشان كده لازم ولا بد إننا نلاقي حل بديل، وما كانش فيه أنسب من مشروع مونوريل غرب النيل، واللي هيساعد عدد كبير من الركاب في الوصول لمناطق وأماكن كتير. وعلشان كده وزارة النقل كانت بتشتغل على قدم وساق علشان يتم الانتهاء من المشروع في أقرب فرصة ممكنة، وبالفعل تم تركيب أول قطار أحادي على المسار الخاص بيه في المشروع. طب هو إيه أصلاً مشروع مونوريل غرب النيل؟ مشروع مونوريل غرب النيل بيربط بين إقليم القاهرة الكبرى والمناطق العمرانية الجديدة زي 6 أكتوبر الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وبيخدم خط مونوريل غرب النيل التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر زي مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية. طول مسار خط مونوريل غرب النيل 42 كيلومتر، والمشروع فيه 13 محطة، وهم أكتوبر الجديدة، المنطقة الصناعية، السادات، جهاز مدينة 6 أكتوبر، جمعية المهندسين، جامعة النيل، هايبر ون، طريق القاهرة، الإسكندرية الصحراوي، بشتيل، ودي اللي هتكون محطة ربط مع محطة سكك حديد بشتيل لقطارات الصعيد، ومحطة المنصورية، المريوطية، الطريق الدائري، وادي النيل، ودي اللي هتكون محطة تبادلية مع الخط الثالث لمترو الأنفاق. والموضوع مش متوقف على مناطق الغرب بس، ده كمان بيتم التنفيذ والعمل في مونوريل شرق النيل العاصمة الإدارية، واللي المفروض انه هيربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية، وهيتبادل الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة الإستاد في شارع يوسف عباس لحد شارع الخليفة الظافر والحي السابع، ومن شارع ذاكر حسين لحد الوفاء والأمل، ومن بعدها هيتجه لمحور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي لحد بيت الوطن، ومن هنا بيبدأ يعدي على أحياء العاصمة الإدارية الجديدة. وطول خط مونوريل شرق النيل 56 كيلومتر، وفيه 22 محطة، وهما الإستاد، هشام بركات، جامعة الأزهر، الحي السابع، المنطقة الحرة 1، المنطقة الحرة 2، مسجد المشير، شارع التسعين، المستشفى الجوي، فندق تويست، جامعة المستقبل، إعمار، ميدان النافورة، البروة، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي السكني R2، الدائري الإقليمي، العاصمة الإدارية، فندق الماسة، مدينة الفنون والثقافة، العاصمة الإدارية، الحي الحكومي، العاصمة الإدارية، حي السفارات، العاصمة الإدارية، مدينة العدالة. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة وتعرفنا على مشروع مونوريل غرب النيل وكمان شرق النيل. استنونا في فيديو جديد من أخبار عالم النقل وعمار يا بلدنا دايماً.